مرحبا بكم من جديد الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مازال تقريبا ربع ساعة في الليميشن تاعنا. نحبوا نحكيوا شوية على التلميذ اللي في المدرسة الإعدادية فندق الجديد في غرومبيليا اللي تعرض لسعة بعوض أحالته للمستشفى باش نطمنوا على حالته، خاصة ونعرفوا توا أي خبر ينجم يخرج على لسعة بعوض ينجم يثير الجدل والعبيد تبدأ تشك. كذلك علاش حاضر معنا بالتليفون سي طارق الهادي معتمد غرومبيليا باش يوضح لنا المسألة بالضبط. مرحبا بك سي طارق. بيك عايشك. دونك سي طارق شكرا لك يا عايشك سيدي. دونك شنيا نحبوا نطمنوا الساعه على وضعيه الوليد التلميذ هذايا، شنو حواله؟ خرج من السبيطار لصحته وين وصلت وشنيا الحكايه بالضبط؟ بالنسبه للتلميذ اللي تعرض للسعه بعوض، هي نحب نطمن الناس اللي لسعه بعوض هذايا راهي لسعه نتاع الناموس العادي نتاعنا. ظهرت عليها علامات معناها نتاع انتفاخ ونتاع كذا، توجه للمصالح المستشفى بغرومبيليا وتلقى الاسعافات اللازمه، وتلميذ هذا رجع يزاول في الدراسه بصفه عاديه وما فماش حتى اشكال. ما هو يسالوا علاش معناها توصل للدرجه هذه انه تتنفخ ايده؟ معناها ثم اختلاف الحساسيه ما بين شخص واخر، مع هذاك علاش الاشكال صار مع الوليد هذا؟ هو كيما نعرف لسعة البعوض معناها تختلف من شخص لاخر، فما شكون اللي تظهر عليه علامات معناها كبيره، فما اللي ما معناها ما تاثرش بالدرجه درجات معناها التاثير نتاع، وماهوش بالصفه اللي تداولها راهو الاعلام معناها مش الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي. اي مواقع التواصل الاجتماعي الاعلام هنا نكلموا فيكم باش نتاكدوا ديجا، حتى كي تعدينا على اساس انه لسعه بعوض عاديه. باهي سي طارق، لانه سمعنا زاد كيف اللي يقولوا لسعه البعوض هذه معناها البعوض هذا المنتشر برشا في المدرسه هذه المدرسه الاعداديه فندق الجديد في غرومبيليا، ويقولوا انه معناها ما صارش دخل من البلدية وما قامتش بالمداوات اللي خلى البعوض يتكاثر برشا في المدرسة هذه وفي محيط المدرسة هذه. لا بالنسبة للبلدية فندق جديد قامت بالمداوات في كامل مدينة فندق جديد، وكان بالتنسيق مع الصحة، وشفنا البؤر اللي كانت نجم تكون كسب وتمت مداواتها. وبالنسبه لنا احنا ما كانش فما حتى اشعار من المدرسه المعنيه اللي فما معناها بالصفه هذه فما البعوض. بالنسبه للبلديه قامت بالمداوات في المحيط الخارجي للمدرسه وفي كامل المناطق اللي فيها البعوض. باهي، وداخل المدرسه شكون يتكفل بالمداوات؟ اذا كانت في داخل المدرسه ساعات نلقاو في الساحات نجم تكون ثم بيرك نتاع مياه فيها معناها مصدر للوشواشه هذه، في الموضوع هذا شكون يتدخل بالضبط؟ هو مانيش لوجه على شكون يتدخل وشكون ما يتدخلش. احنا باش نعرفوا، انت قلت انه تصير المداوات في المحيط، لكن باش نفهموا سي طارق احنا مش قاعدين نحملوا في حتى مسؤوليه لحتى حد، ولكن باش نفهموا اسكو لازم معناها المطلوب اليوم اذا كانت المدرسه هذه فيها برشا وشواشه انه مديره المدرسه تتصل بكم انتوما او بالبلديه مباشره باش ينجموا يتدخلوا داخل المدرسه، باش نفهموا الوضعيه. اذا كان جانا اشعار من المؤسسه المعنيه، اذا كان جانا اشعار في السونس هذايا ندخلهم، فما حتى اشكال. دونك المشكل انه ما جاكمش الاشعار. انا اتصلت بسيد رئيس بلديه فندق جديد، قال لي ما وصلني حتى اشعار من المدرسه المعنيه اللي فما بعوض في وسط المدرسه، وزاد المعتمديه ما وصلهاش حتى اشعار بالشيء هذا. دونك اذا كانت ثم مشكله البعوض يتصلوا بكم، ثم حتى مشكله للتدخل هذايا، المهم انه موجودين هنا نحلوا الاشكاليات الكل، ما عندنا حتى قلق. باهي، المهم انه واضح انه اللسعه كانت نتاع بعوض عادي ما فيها حتى تأويلات اخرى وما ثم حتى اشكال اخر، ولا يرجع يقرا لباس عليه. شكرا ليك سي طارق الهادي معتمد غرومبيليا. راجعين للموزيكا، فرصه ليكم باش تكلمونا على 72 328 500 بعد شويه، تشاركوا معنا في الجو تربحوا الكادو اللي استنى فيكم لليوم.